قانون الصحافة والإعلام الموحد، وده زي ما قلت احنا نشرنا عنه كمان تعقيب قانوني منفصل عن التقرير. في بنتكلم على انه القانون الصادر بشكله الحالي بيتطلب راس مال كبير جدا جدا، بحيث كل المبادرات الشبابية والإلكترونية ما تقدرش انها تنشر او تنشئ صفحة إلكترونية او قناة إلكترونية، بالرغم انه هي الوسيلة اتعملت بالأصل كحاجة متاحة رخيصة وغير باهظة الثمن ولا تتطلب أي شروط في إنشائها. بالإضافة طبعا لتكرار استخدام مصطلحات فضفاضة زي الأمن القومي، مقتضيات الأمن القومي والنظام العام، وده الحقيقة هيقيد حرية الصحافة والإعلام، خصوصا وإحنا ما عندناش قانون لحماية تداول لحرية تداول المعلومات اللي اتكلمنا عنه من شوية. دي كانت القوانين، مشاريع القوانين وقتها بقى وقت إصدار التقرير. في قوانين كمان بتأثر على حرية الرأي والتعبير صدرت، يعني أصدرت بعد انعقاد مجلس النواب، هي قانون مكافحة الإرهاب رقم 95 لسنة 2015 أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتعديل برضو اللي قام بيه الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو خاص بالمادة 78 من قانون العقوبات، واللي هي برضو وسعت دائرة تجريم أفعال معينة، تلقي أموال أو أسلحة أو معلومات أو ما إلى ذلك يعني. وكان في المذكرة الإضاحية أنه الهدف من تعديل مادة 78 هو بس تكفيف منابع الإرهاب، لكنها بشكل أو بآخر طبعا بتأثر بشكل كبير جدا على فكرة حرية الصحافة والإعلام. الجزء الأخير هو التشريعات الصادرة قبل إصدار الدستور. الحقيقة إن إحنا عندنا إنجازين حصلوا، هو إلغاء الحبس الاحتياطي لجرائم النشر، وده حصل سنة 2012، وإلغاء الحبس في جريمة إهانة الرئيس بس الإبقاء على الغرامة. لكن فاضل عندنا جرائم فيها الحبس والغرامة أو إحداهما، اللي هي إهانة. أيوة حضرتك قلتي إلغاء الحبس في جريمة إيه الرئيس؟ إلغاء إهانة الرئيس، إهانة الرئيس، لكن الإبقاء مع الغرامة. الجزء الثاني هو فدي ده كان الإنجازين، اللي هو إلغاء الحبس الاحتياطي في جرائم النشر، والحاجة الثانية هي إلغاء الحبس في جريمة إهانة الرئيس لكن الإبقاء مع الغرامة. ولكن عندنا الحبس والغرامة أو إحداهما في إهانة كل المؤسسات النظامية وما في حكمها، وإهانة القضاء وإهانة مجلس الشعب. التشريعات بتأثر على حرية الصحافة والإعلام، زي مثلا الإهانات اللي احنا قلناها، إهانة مجلس الشعب والشورى وإهانة القضاء. في جريمة برضو بتعرض الصحفيين دايما للحبس هي والغرامة، إزدراء الأديان، الترويج لمبادئ معادية لنظام الدولة وما إلى ذلك. وهي الحقيقة كلها حاجات بتعارض المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. الحاجة التانية اللي احنا عايزين نتكلم عليها وبتأثر على عمل الصحفيين والإعلاميين، هي انه كمان باستحداث الثلاث مواد اللي ذكرتهم في الأول من الدستور، اللي هم خاصين بإنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة وللإعلام، احنا أرادي عندنا انه الدولة هي اللي بتدي الترخيص والتصريح لإنشاء وتملك الصحف القومية وإنشاء وتملك القنوات، وبالتالي استحداث مزيد من الهيئات القومية اللي الدولة مسؤولة عن دعمها بشكل مادي وعن تنظيمها، وعدم السماح لآخرين غير مسجلين عند هذه الهيئات بتمنعهم انهم يمارسوا حرية اي حرية من الصحافة ولا الإعلام. وبالتالي انت دايما محكوم ماديا ومحكوم بتنظيم، انك مضطر تسجل هنا وتخطر. وكمان نقدر يعني طبعا نأثر، يعني نأثر على نوعية إذاعة المحتوى اللي بيتم بثه طول الوقت ونشره.